طبيعة الحال على بعد 3 ايام من عيد الاضحى المبارك، الحركية عيانة صراحة. لاحظنا وشاهدنا على ان الحركية عيانة في قلب المحطة الطرقية ديال باب وجود، على غير العادة، على غير المعتاد بطبيعة الحال. الاجواء هنايا ما تقولش على انها اجواء ديال العيد، ما تقولش على انها اجواء ديال العيد صراحة. انتم كتشوفوا متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي، هي عيانة اخويا. دابا راك عارف العواش اليوم زاد كلشي زاد، شكوى الله وساك. لا غير المعتاد وفي علينا خويا العشير، راك عارف دابا الحركه ميتة. كاينه شي حاجه الحركه عيانة، ما كاين عادي الثمن، عادي ما كاين لا خدمه لا والو، بحال اللي ما كاين لا عواشر لا والو. حنا كنمشيو نجيو كنجيبو الخصاص، والله العظيم الا الخصاص انا فايت توريو لك، مازوط ما كنجيبوش. لا اله الا الله محمد رسول الله. خويا على هذا الارتفاع ديال الاسعار هو السبب، شنو السبب؟ شكون اللي عرف هذا الشيء؟ هذا كل واحد اش كيقول الله اعلم. دابا هذا الشيء هذا مازال ما عرفناش. وانت تشوف اخويا مع العواشر تكون الدنيا شويه زايده وشويه الكارف وسفيرين كذا. وهاد العام انت تتشوف مات القضيه في خطره، زادوا المازوت، زادوا بزاف د الحوايج، فرتي مشي تيزيد من جيبو. وراك عارف دابا الدنيا كي دايره، وهذا ما نطلبوا من الله يكون الخير ان شاء الله. الحمد لله مزيانه الحركه بخير، ما كاين مشاكل، ما كاين صداع، الثمن عادي للناس المواطن. وراك عارف دابا الوقت شويه ناقصه على كل شيء، فهمتي؟ ما راك عارف هذا الشيء اللي كاين المازوت وكذا، وهذه هاد العواش ان شاء الله يكون هي الخير. شكرا ان شاء الله. غادي الرباط ان شاء الله. بالله غنوصل شي العيد الافوادي ونرجع. الاثمنه داك الشيء على حسب، كلها وعلى حسب ديال الثمن اللي باغي هو. نعم. الاثمنه مرتفعه هذا العام، العلف غالي. الله يجعل هذا العيد مبارك مسعود على جميع المسلمين. لا غير البركه الحبيب ديالي، غير البركه. غير البركة، غير لقطات وصافي. واش غادي نقول لك اخويا، موجود الخير الحمد لله. لا بالنسبة للحوالة وهذا الشيء ديال سميتو الكسيبة موجودة. نعم. هي كاين شوية الغلا. نعم. ولكن ما كاينش اللي ما غاديش يعيد الحمد لله إن شاء الله. واش غادي نقول لك، على حسب الجيب ديال الإنسان، لحقاش كاينين الناس اللي سافروا قبل. نعم. وكاينين الناس اللي باقيين معطلين، راهم لحقاش زايدينهم تقريبا 150 درهم في المركوب. الأمور الحركة كتشوف فيها ما كاين لا بلايص لا والو. والو ما كاين والو، ما كاين لا شيء، ما كاينش العيد مره كتشوف كل شيء خاوي. الله يستر، الله يحفظ وصافي. زياده المازوط بالاعداد وصافي، لا اله الا الله وصافي. تيكون العياد عامره كباش، عامره دنيا، عامره حوايج، عامره كل شيء، انت لا شيء. هذا الشيء الله يحضر السلامه وصافي، ما بقى لا ترانسبور ولا حتى شي حاجه. والو ما بقاش. امين امين. كما كتشوفوا كيكونوا الحواله هنا، كيكونوا الكباش، الدنيا خاويه، الحركيه ميته للاسف الشديد. فكر هذا هو، ما عمرو خوى ولا عمرو وقف. نعم. هو واقف. نعم نعم. عمرو 4 ايام هو تما مرمي. نعم. ما عمرو وقف. والعالم الله هذا الشيء ديال الجيب. نعم. الجيب اللي خاوي. نعم. الانسان راه على باب الله. انتم شوف ها. تبارك الله. الاجواء ديال العيد. تبع الحولي واحد مزيانين وصافي. اللهم يسر طريق السلامه للجميع. كنتمنى لكم عواش مبروكه، الله يدخلها علينا وعليكم بالصحه والسلامه والعافيه. حولي بكرونو. الحولي بكرونو. شحال مبروك، شحال هذا، شكون اللي شراه؟ كان عنده اللهم. عدد محدود ديال المسافرين، عدد محدود بصدق. هذا هو الواقع على غير المعتاد. الحركيه كاين بزاف ديال فراغ كيدل على ان العيد بكل صدق. الاجواء ديال العيد واش تصدق او لا تصدق، على بعد 3 ايام من عيد الاضحى المبارك، مناسبه اللي كينتظروها المغاربه، محطه الطرقيه ديال باب بوجلود شبه فارغه ممكن نقولوا. كاينش ديك الحركيه اللي ممكن، لاننا نقولوا راحنا في العواشر، راحنا في العيد. الله يدير لي فيها الخير لهاد العاملين في المحطه والناس اللي كينتظروا العواشر وكينتظروا العيد.